تحليل الخطاب السياسي عنوان دورة تدريبية اختتمها مركز التدريب والتأهيل التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، استمرت 3 أيام في العاصمة عدن. طبعا هذه الدورة تناقش عنوان مهم جدا وهو تحليل الخطابات السياسية. تناولنا في هذه الدورة عدة محاور، ضمنها التحليل السياسي ماهيته مفهومه، أنواع الخطابات السياسية، أيضا تناولنا لغة الخطاب السياسي كيف يمكن تفكيك هذه اللغة، وإن شاء الله نتمنى أن نصل إلى تحقيق أهداف هذه الدورة. إعطاء القضية الجنوبية محلها ومواجهة الصعوبات التي يمكن أن تواجه القضية الجنوبية، هذه المفاهيم وهذه الأطر هي ما تساعد المجلس الانتقالي الجنوبي وأعضائه على أن يكونوا في معمعة في مواجهة أي نشاط إعلامي، أي تحليل معادي، فيكون لهم القدرة على هذا العطاء. وخلال الدورة التدريبية التي ضمت عددا من منتسبي مختلف هيئات المجلس، تلقى المتدربين شرحا موسعا حول مميزات الخطاب السياسي والسلوك السياسي وأسس السياسة وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالتحليل السياسي للخطاب. التحقنا في 30 نوفمبر بهذه الدورة التدريبية من قبل القيادات العليا، تم الترشيح، فكان هذه الدورة دورة استفدنا منها كثير عن الخطاب السياسي. كان المدرب معنا دكتور محمد جمعان، شخصية ممتازة، استفاد كل المشاركين في الدورة. وفي ختام الدورة قدم مركز التدريب شهادات تقديرية للمتدربين تكريما لجهودهم في اكتساب مهارات تحليل الخطاب السياسي بطرق عملية ومنهجية تتواكب مع متطلبات المرحلة السياسية في الوقت الراهن. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن.